هون عشان احنا نعرف شو هي السيفتي كلتشر. احنا دائما نسمع نقول سيفتي كلتشر سيفتي كلتشر، كومباني سيفتي كلتشر، مثلا مانيفاكتشر سيفتي كلتشر، الدوله سيفتي كلتشر. عشان انت تبني السيفتي كلتشر في لها اصول او لها عناصر اساسيه. هاي العناصر الاساسيه مهمه جدا انه لازم الكل يعرفها، لانه اذا ما عرفها ما بيقدر يتعامل معها بطريقه صحيحه. فالمفروض انه يتعامل مع هذه السيفتي كلتشر بطريقه صحيحه. ليش؟ مش كل واحد داخل المجتمع نقدر نقول عنه انه هو ضمن السيفتي كلتشر. السيفتي كلتشر عناصرها بتعتمد على يور اتيتيود، يعني انت طبيعتك ايش هي، مشاركتك ايش هي في المجتمع، النولج اللي عندك ايش هي بالنسبه للسيفتي في المجتمع، ايش انت فدت المجتمع، ايش انت اضفت المجتمع. طبعا انا ما بحكي المجتمع بدولي، انا بحكي بيئه عمل، يعني مجتمع بيئه العمل، مجتمع المكان اللي بتشتغلوا فيه، المجتمع المطعم اللي بتاكل فيه، مجتمع الاسره اللي انت فيها، مجتمع العلاقات اللي انت فيها. فهي هذه السيفتي كلتشر. السيفتي كلتشر هي بتعكس الانماط وليس نمط. الانماط اللي بيكون عليها الشعب او البيبل او السيتيزن اللي موجودين في هذه الدوله. طبعا الدوله هذه كمان بيكون فيها اكثر من سيفتي كلتشر، والسبب انه هي السيفتي كلتشر بيعتمد على الاتيتيود اللي موجود داخل الانسان. فلو قلنا انه الاتيتيود في المنطقه الشرقيه نفس الاتيتيود في المنطقه الغربيه، نفس الاتيتيود في المنطقه الوسطى، في الشرقيه، في الجنوبيه، في الغربيه، في الشماليه، اذا كان نفس الشيء النمط والعادات والتقاليد نفس الشيء، واكتساب الاتيتيود الداخلي، لانه الانسان بيكتسب شخصيته من خلال البيئه اللي هو فيها، من خلال الحياه اللي عاشها، من خلال الاكسبيرينس اللي عنده، من خلال الشغل، من خلال الاثوريتي، من خلال الباور اللي منعطينه، من خلال الريسبونسابيلتي. فالاتيتيود مهم جدا. فاذا كان خلينا نحكي في المملكه الكلتشر واحد، فاحنا بنقول this is the first and the end safety culture، يعني ما فيش الا هذه السيفتي كلتشر بتحكم المملكه كلها. لكن اذا كان مفهوم السيفتي كلتشر بمناطق المملكه بيختلف، بنقول احنا في عنا احنا اختلاف في بعض الشغلات في السيفتي كلتشر، فلازم نفهمها. حتى السيفتي كلتشر او الكلتشر نفسها بين اليابان، المانيا، الاردن، مصر، السعوديه بيختلف. مناولة الكارت البزنس كارت إذا بتعطيه لبريطاني وبتحطه في جيبتك بزعل. الكارت لما أنت الكارت البزنس كارت لما تاخذه من ياباني وتحطه قدامك عشان تظل متذكر اسمه بزعل. فكل واحد له كلتشر. هذا البروتوكول والإتيكيت الدولي بيحتم علينا إحنا نعرف. بس هسه إحنا مش موضوع، يعني مش موضوعنا إن نعرف الكلتشر الدولي، احنا بدنا نعرف الكلتشر الداخلي. طيب عشان احنا بالسيفتي لازم احنا نعرف انه في اكثر من كلتشر، وانا راح اقول لكم كيف. هالحين السيفتي دخل في المنطقه الشرقيه والمنطقه الشماليه الغربيه قبل ما دخل على الرياض. اذا انبنت السيفتي كلتشر قبل، بوجود ارامكو، بوجود سابك، بوجود المصانع، بوجود كذا. فانبنت السيفتي في المنطقة الشرقية أكثر من الوسطى. انبنت السيفتي في المنطقة الغربية أكثر من الوسطى. هسه يعني ما بصير نقارن إحنا الكلتشر سيفتي في المنطقة الشرقية مع منطقة الجنوبية، ما بصير، ولا مع المنطقة الشرقية. إذا كل منطقة إلها سيفتي كلتشر، لكن السيفتي كلتشر هي life without accident، هذه حتمية. إنه إيش السيفتي كلتشر؟ كل المنطقة بتقول انه السيفتي كلتشر او السيفتي بوليسي هي عباره عن حياه بدون مشاكل، حياه بدون حوادث. عشان انت تبني السعاده الايموشنال سيفتي لازم انت تعمل زيرو اكسيدنت. وي شود نوت هاف اني اكسيدنت ديورينج اور ورك، يعني ما لازم يكون عندنا اي خلل او اي اصابات اثناء العمل عشان نحقق احنا الزيرو اكسيدنت واللي هي السيفتي فيرست. هذا الاتيتيود. بالنسبه للنوليدج، النوليدج بتنقسم قسمين. القسم الاول ما يخص عملك بالنسبه للسيفتي.
الآن الجميع بالسيفتي لازم يعرف إيش هو السيفتي، يعني ما بصير واحد يشتغل في قسم السيفتي، مشرف سيفتي، مدير سيفتي، بدون ما يعرف إيش هي أساسيات السيفتي، إيش السيفتي أصلها، لأنه عنده جدول زمني بده يشتغل عليه أثناء اليوم، وبالتالي لازم يعرف السيفتي كلتشر أو السيفتي نوليدج.